حققنا عملية نوعية أخرى كسابقاتها بتفكيك شبكة إجرامية منظمة مكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 35 سنة على التوالي، تورط أفرادها في جناية التهريب الدولي للمخدرات. هذه العملية النوعية هي وليدة مجهود استفى جميع الإجراءات القانونية والاحترافية المهنية، وأسفر عن ضبط ما فاق 100 كيلوغرام من الكيف المعالج، ما حز 3 مركبات ودراجة نارية كانت تستعمل في نقل وتوزيع تلك السموم، ما حز مع مجموعة من الهواتف النقالة استعملها أفراد الشبكة في اتصالاتهم. ليتم تحرير إجراء قضائي ضد السالف الذكر، سيحالون بموجبه إلى العدالة.